مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع. اليوم بدنا نحكي عن موضوع بصير بالخريف، تقدروا تشتروه نبته اسمها القرع او البابكنز. زي ما شايفين انا رحت شريت من السوبر ماركت تنتين، واحده بيضه وواحده برتقاليه. القرع مفيد كتير للصحه. ولكن القرع مشهور كتير في كندا وأمريكا. شو اللي شهرته من وين تيجي؟ من ارتباطه بالهالوين وفصل الخريف والثانكسجيفينج. طبعا كل هاي الشغلات تيجي مع بعض، لكن ارتباطه أكتر إشي بالهالوين. يمكن سمعتوا إنه بتشوفوا هذول اللي بحفروهم من جوا بحطوا شمعة واواوا. الكنديين كتير بيشتروا قرع بس للتزيين. يعني إحنا ممكن في منهم بيشتروا القرع بيعملوا منه شوربة القرع، من ناس تعمل منه الباي تبع او العجينه، بحطوا بالعجينه هيك وبيطلع زي مالح. ممكن تعملوه برضو حلو. بناس بيعملوا منه مربى اليقطين او بتسموه القرع. انا بيرسونالي بحب احفره وانظفه، بحط جوا رز مسلوق ولحمه مسلوقه وبحطه بالفرن بنص ساعه، بتصير عندك منظر رائع جدا وجميل جدا. يعني زي مقلوبة بعد ما اطبخها بحطها جوا القرع. طبعا لازم تطبخوها لانه الرز ما بستوى، تحطوها جوا القرع بتكون مستوية، فبتستوي من برا بتصير ولا ازكى من هيك. هاي انا الطريقة اللي بحبها. بحب الشوربة بس باقي الشغلات شوية صعبة. في عدة طرق انكم تجيبوا القرع. انا بدي اعلمكم طريقة غريبة هلا. اول طريقه انكم تروحوا تشتروها من السوبر ماركت. انا هدول التنتين شريتهم ب$7. شايفين حجمهم مش صغار يعني. اوكي، هدول التنتين ب$7. في صغار هدول $1.50 بتكون الوحده. هدول للتزيين معظم، وفي ناس تشتريه بتاكله برضه، بتعمل فيه شغلات. وفي ناس كتير بتستخدمه، انا حورجيكم هلا مناظر ناس حاطينه للتزيين. في ناس كتير بتروح على المزارع، وهذه اكتيفيتي حلوة. احنا السنة ما سويناها عشان الكوفيد ومشاكل الكوفيد. في ناس كتير بتروح على المزارع، في مزارع بتكون قريب من المدينة بيبيعوا البامكن، بتقدر تروح تلقطه، بتقدر تروح انت تحمله في ايدك. فكل هاي الطريقة للاطفال حلوة هيك، انه يختار البامكن تبعته، منظر جميل للصور لانه بكون كل الارض قرع كلها برتقالية، بتفكر حالك هيك في غابة قرع. منظر رائع، يعني فكرة رائعة وجميلة جدا. لكن الفكرة الغريبة اللي أنا تعلمتها من الكنديين اللي هو بعد الهالوين. الهالوين عندنا بصير آخر يوم في أكتوبر، تاني يوم بالضبط إذا دخلت على الفيسبوك وكتبت I need some pumpkins على الفيسبوك تبع المنطقة تبعتك، راح تلاقي 100 واحد، لأنه معظم اللي بحطوهم عندهم على الباب، اللي بحطوهم على الباب عندهم ما بطبخوهم، بكبوهم بعد الهالوين، بكونوا جايبينهم عشان الهالوين. فبهذا اليوم ناس أو بحطوهم مثلا على قارعة الطريق، وأي واحد بيجي بيقدر يأخذهم. بكون كميات مش طبيعية، يعني حتى السيتي بتقول لك لو سمحتوا تعالوا خدوهم لأنه هذا حرام ويست. يعني صراحة أنا ضد الفكرة، بس حلو أنك تشاركها مع الناس اللي بدها. بشكل عام هيك بتقدر تعطيها لأي واحد، فبتلاقي ناس كتير. أنا السنة الماضية يمكن جبت 10 ووزعتهم على أصحابنا لأنهم ما كانوا يعرفوا على هاي الطريقة. فبالصدفة كتبت أنه we need some pumpkins، فعلا أكثر من واحد تواصل معي، وناس تواصلوا قلت لهم no I can't get any more، ووزعتهم على أصحابنا كل واحد هيك تنتين وطبخوهم وأكلوهم. فمنها إحنا بننظف أول أو بنحافظ على البيئة، ومنها تأخذ هالأرعات يعني بلاش، يعني مش غلط مدامهم راح بدل ما أخذ يروحوا كب، حرام، هم نضاف وكويسين. فهاي طريقة يعني كتير يمكن من النيوكمر بيعرفوها، عشان علمني إياها صاحبي كندي هون، قال لي ليش تروح تشتري. بس طبعا احنا لسه مطولين على عندنا كم يوم للهاي، وحابب انا اكل قرع اليوم فرحت شفت. الحال هاي الثلاث طرق السهلة عشان تحصلوا على القرع، يا اما بتشتروه، يا اما بتروحوا على المزرعة، عادة بالمزرعة اغلى، يا اما تاخذوه من الفيسبوك بعد 31 اكتوبر. ايامكم كلها جميلة ونراكم على خير. سلامات.
السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.